خويا قايد في الانتخابات؟ مي بيان سور قايد في الانتخابات. وباش تمشي ان شاء الله من نهار 26 تمارس حقك الانتخابي، كنت تنجم تقول لنا شكون باش تنتخب على مستوى الانتخابات التشريعيه وعلى مستوى الانتخابات الرئاسيه؟ والله بالنسبه للرئاسيه مازلت، فهمت كيفاش؟ بالنسبه للانتخابات التشريعيه فهمني ولا لا، النهضه ستعود من جديد، فهمت كيفاش؟ واقوى من الحديد ان شاء الله، فهمت ولا لا؟ هذا ما يمنعش لي انا مانيش نهضاوي على فكره، اما كحزب مقبل يعجبني وان شاء الله ما انت يعملوا حاجه باهيه في البلاد وكاو. هذا شنو نحبوا احنا، فهمتني ولا لا؟ با بلوس و عجبتني الكاميرا كيفاش تصور، التلفزه جاي تصور في مسجد بورقيبه، مش معناتها كيما نقولوا مش ديما نشوفوا الحاجه هذه سيرتو في مسجد بورقيبه. لهنا منزليه احنا راديو صوت منزل بورقيب. حاجه باهيه معناتها كي تطلع هكا فهمتني في مسجد بورقيب. ولا معناتها اللي من رايي انا اللي ما يمشيش يصوت وما يمشيش ينتخب، نجم تقول جهل معناتها من المواطن، مش واعي شنو يصير في البلاد، خاطر يلزم كل مواطن تونسي باش يظهر الوطنيه نتاعو انه يمشي ينتخب معناتها من رايي انا هذا، فهمت كيف؟ الانتخابات لازم سوا معناتها باش ينتخب انسان باهي ولا خايب، معناتها يلزم باش يوري باش يبرز روحه في اللي هو موجود في البلاد هذايا، سينو كي ما يمشيش ينتخب معناتها على اساس هو معناتها ما عندوش صوت في البلاد وما كيبيه كيبلاش، فهمت كيفاش؟ معناتها انا وانا من رايي ننصح الشباب والكبار واللي هذا الناس الكل، فهمت ان شاء الله ينتخبوا الناس الكل وكاو. شكرا لك. عايش.